وزيدوا نشوفوا صاحب المشروع الكبير لي تما لي بريزيليا خلعوا فيه المشروع تاعو هذا اللي عنده برومي دوغري وعنده تروازيام دوغري. اول مره في تاريخ كره القدم فانيك مدرب كانت عنده برومي دوغري تولت عنده تروازيام دوغري. اول مره في تاريخ كره القدم مدرب برومي دوغري تروازيام دوغري دوزيام كاش سقرها استاكت ما صابوه تما ما الشيوخ اللي قروا في الدوزيام دوغري ما طاقوش عليه نيفو عالي ما طاقوش. سمعوا تشوف هنا شي يهتر هذا شو نبين لك باللي انت كذاب. هذا الانسان اللي كان يهضر نبين له باللي كذاب من مستوى الرفيع. قال لك برنامج انت تما جمعت معاه وتكذب علينا تقولنا باللي انا مازال ما طاني ما عنديش الوقت باش نجمع ما عنديش الوقت باش نجمع معاه. تما قلت لهم ما عنديش الوقت باش نجمع بصح اسمح لي راه قلت باللي برنامج وهذا كومباتون وهذا هذا 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 اللي هذا اللي راه هذا اللي راه عاسلنا الحداده وهذا اللي هذا تما ترديتوا لنا كاع حاجه وخت اخرى كاع بالشيتات تاعكم وتضربوا الشيته وتضربوا رديتوا لنا كاع حاجه وخت اخرى رديتوا لنا باللي ما كانش اللي يهضر معاه هذا اللي راه جايب مشروع هذا اللي غادي الجزائريين الريال بارسا جوفنتيس لا بايرن ميونخ هذ اللاعبين تاعنا غادي يولوا يلعبوا يفيدوا لي زيكيب. تما اللي كانوا قبلكم كانوا مبلعين عليهم البيبان ما يخلوهمش يخرجوا فهمني كل شغل انت جيت بتحل البيبان على اللاعبين يروحوا يلعبوا في اوروبا. عندك تايا عندك تايا وعك تايا تاع بارادو تاع اللي تعرفهم انتوما بيروحوا يلعبوا في اوروبا. انا ماني ضد اللاعب محلي انا ضد هذه الهضره الهضره الخانزه تشم ريحه الخنز كي يهضروا تشم ريحه الخنز تشم رائحه كريهه تخرج من ديك الهضره. خاطر هو قال له هذه هي السياسه تما راني حطمت هذا وين قضبت واحد قل بيتحكم فيه نتايا هذا اللي تتحكم فيه هذا اللي تتحكم فيه هذا اللي نتايا راك دايرو لعبه قدامك راك تهد في ليكيب ناسيونال راك تهد في ليكيب ناسيونال خاطر نتايا انت ما خاسر والو انت صار كي ديك المراه اللي ما تحشمش وهي في الدار هي تحكم في راجلها وراجلها مسكين يلقى الغاشي تعاير ما تلقالوش الغاشي ما تلقالوش الغاشي تبهد له مع البراويه انت صار لي كيما هكا انت خازن ودقدق ترسل فيه هو مسكين ماشي مسكين هو فاني باغي هو جا فيتو يخدم فيتو يدي الدراهم بالربح السريع برخا بالربح هو ماشي مسكين هو فاني كيما نتوما كاع نتوما ما كاش واحد فيكم راجل والله ما كاين شو نقول لكم كلمه هيا هذا الشيء والله ما تسعوا راجل كيما هذا سنة 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 ما تسعوهاش والله ما رجال انا نقول لكم ما انا يعني الخوف انا على بالكم ما عمركم تهضروا راكم تهضروا مع واحد قلت لكم فيديو اللي فات ما عندي وزين نخاف تبلعوه لي ما عندي عندي حتى حاجه عندي ذراعي لكاش تقطعوا لي ذراعاتي ما ناكلش كسر هذه هي هذا هذا هذه هي الحاجه وراني هنايا وراني انا راني هنا في الجزائر ماني هارب ماني خسك انا هنايا وراني هذه بلادي راني نهضر عليها وننتقدكم كيما نعرف انا خاطر انتوما كنتو تحطموا في الجزائر ضربوك انا راني نحطم فيكم انا نحطمكم انا اللي ندقدكم خاطر انا اللي نكشفكم انا راني قاعدكم انا راني قاعدكم من الصباح وانا نحس فيكم تغلط تخلص كلمه ما تقول صباح الخير خلصت تقول صباح الخير تخلص تقلع روطار من داركم تخلص شوف كيما ديروا تخلصوا هذه هي انا قاعد لكم انا تما راني قاعد لكم لازم تتوخر
20 عام 20 عام راني قاعد لكم معليش معليش راني صابر لكم انا فايك نصبر نتوما 6 سنين وانتوما تحفلوا ليكيب ناسيونال انا يا فايك نصبر لكم نقعد نحضر لكم حتى طيحوا خاطش علاه دايرين هاي المشوار هاك مدلي هاك مدلي عندكم شي ديال انتم تكون تراجي تي تكون تراجي نتايا كرك كرك مع بلاتيني تي تكون تراجي كرك مع بلاتيني والله وجي تراجي كرك مع بلاتيني قد تمشي راجل انت كوجي تي انت انت وكوجي تراجي كرك قرب اتحاد العربي وحدك قد انت ديكو بدوروب اللاعب الوحيد في العرب اللي ديكو بدوروب انت كرة معطينا اتحاد العربي تحكم فيه فما مليح اخي انا تعطى العام كيما تبغي تدي او انت تبع غير لهنا او انت تبع كل بقره وما تاكل تزبل او ما تاكل تزبل انت يا خسرتو كلش انتوما خسرتو كلش هماكم خواف ما انت يا خواف انت تمشي راجل تاي والله ما والله ما فيكم قرام تاع رجوليه كاع قاعد انت قاعد انت قاعد قاعد في بيروت هذا الفيديو فين فيه باش يخدم كيما هكا عارف ساتشي نتمنى له النجاح وهذا هذا ود فاميليا ولاباس عليه وما خصو والو حنا خاصنا خاصو انا خاصني خاصو ها ولاد الدراهم انا الله يسهل عليه وعندو دار تاع دراهم وانا ما يهبنيش دراهم ولا ماشي دراهم والله يسهل عليه حاجه ما تخلع عنديش والله حاجه الغربه خاطش عليه كاع اللي ياكلوا كيف كيف كاع اللي ياكلوا الخبز وكاع اللي ياكلوا كاع نمشوا فيه الارض نمشوا فيه كي الارض اي كيف كيف انتوا ما تبالكم بلي حاجه كبيره هذه هي هو يركب في لوطو هو يركب في تاكسي نورمال قاعد في تونس ربع دراريز تمشي تروح اما لا قاعد انا راكبي كاع كيما هكا نورمال ما كاش مشكل حنا المهم رانا صابرينكم انتوا تصبروا انتوا تصبروا للخلاط حنا فيك نصبروا حنا فيك نصبروا خاطش عليه هذا الانسان يقارع للجزائر تتحطم ويجيبوه فوق الشارع يدخلوه هذا هذا انا نقولكم انا نتحدى فيه انا ما على باليش به والخوف غير من ربي وهذه حقيقه هذه الناس على بالهم بها ناس كاين اللي على بالو بها هذا جايب مشروع تاع كويس وليه والسبعة تتكلم ويدلوها ليه سطح ليه سطح ليه ها وتعلمها غادي عندهم السبعة تتكلم شو تتكلم 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 ما تعلمك تتكلم ويدلوها ليه السبعة تتكلم ويقولوا لي هذا من هذا بتاع ليه السبعة ما يتكلم يقولوا لي احنا نقولكم خاطش عليها ما 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 شو يقولوا لكم ما شاب استنزيدوا نقولوا هذا قصد شيء لكم باللي غادي نجيبوا لازم يكونوا احسن من اللي تما نجيبوا روح جيبوا جبت نقول لك شنجيب انا نقول لك شنجيب ستجيب الاحسن تما الاحسن جيب ميسي كريستيانو دي ماريا جيب مودريتش جيب تما ايكيب ايكيب صنع ايكيب شريهم شريهم جيبهم حطهم هذا اللي كنت تهدر بيه ميسي كريستيانو الاخر كسمو مودريتش جيب كوستا جيب شريهم هيا وجيبهم يلعبوا هنا عندك هذه هي باغيها كيما هاك تسمع الهضره اللي كنت تهضرها وقلت لهم الافضليه اللاعب المحلي يا ودي اللاعب المحلي ليبيا ما طاك على ما تبلعش امك هذه تاع اللاعب هذه ما كناش نعرفوها حنايا كنا يجي يقول لك تحيه الجزائر العب انا المهم هذا الاعلام لازم يرفرف في السماء هي ما كناش نعرفوا هذه تاع هذا ماجر هذا ماجر جاب لنا كلش هذه تاع ماجر جابوا قراوه الهود في قطر قراوه الهود وقراوه الانجليز وقراوه الامريكانيين وجا دخل علينا بهذا المشروع تي حطم هنا في الجزائر انا نقول لكم والله لا تي حطم هذا يمشي مع الماسونيه هذا انا نقول لكم ضرب كنت طرطق الهواء بها هي استوى لهذا شكم حاسبينه انتم هاكم حاسبينه انتم شكم حاسبينه وزيدوا فاني نقول لكم حنايا نجيب لكم حاجه صوالح المشروع تاع ماجر وراه يروح الملاعب حنا كنا تهمينا هذا ماجر على بالكم تهمت الله يجعل بالك يسمح لي خاطر راه يروح لي ستاد راه يكتشف لاعبين وراه يكتشف شفتوا لاعبي كي داير شاو راه يروح شو لي ستاد هاك شو لي ستاد ها لي ستاد كي دايرين يروح لهم شو اشهارات كي دايرين ابويات
قلنا لكم حنايا، وحنايا تما تهمنا شويه، اسمح لنا اسمح لنا. هما لو راهم شوفوا ها ها مات، ها ولو ها مات ما على بالوش، لا اتحاديه لا ما لعب محلي، لا لعبوا لا ما لعبوش، ما على بالوش. قال هذيك البارح لمسيه كانت تلعب، هو كان في حفله تاع اريدو، هذا راكم تشوفوا فيها. ها هو والله ما على بالو، لا لعبوا ما لعبوش، هذا يحوس على الدراهم. ها عليك شفت شفت واحد شفت قلباتو شفت هاجي شوي هالمك هالمك هيا ويلعبها مليار بلي مولودية خسرت. هو راهي راه نورمال، ما على بالو تخسر ما تخسرش نورمال، كامل على بالها. ها ما تكتشف جوه ريكو، ما جوه اللي اكتشف هالي صايب بيجيبه يلعب هذا صايب، هذا صابر تاع قانون باهاماس. ها هاليكو ما تغلي عبتو ماجر. ها ساي صاب جوي راه متصور مع اونترينر علي، يسمح لنا السيد هذا اللي راه متصور معاه علي جوي، راه ماجر صاب جوي، راه كو جوي راه كي دايرين، عبتو جوي راه كي دايرين. ها انتم حنا نتهموا في ماجر، نقولوا بلي ماجر مش يخدم، ها ماجر يخدم، انتم حنا غير نحضروا نقولوا بلي ماجر مش خدام. قلنا لكم اودي ايوا نعطو ماجر، مسيو ماجر، مسيو بالشيخ، مستر بالشيخ، مستر بالشيخ، نعطوها لك هذه، وانت نعرفوك هيا لو رانا كاتبينها لك هنا، علي بن شيخ المولود في 1955 جونبي، لو 9 جونبي، بالمهير ببرج بوعريريج، لكنه عاصمي أكثر من العاصميين، وساهمنا مشوارك مع الأندية، أولا مشوارك مع الأندية، اتحاد العاصمة في الأصناف الصغرى، بعد المشاكل وسرقة ولا يخون أصحابه ولا يخون وليدي المشاكل طردوه. من بعد راح المولودية الجزائر من 1973 إلى 78، طرد بسبب طرد من 73 إلى 78 طرد لأسباب انضباطية، ذهب لبناء الجزائر من 1979 إلى 1980، عاود رجع لمولودية الجزائر من 80 حتى 1986، وأيضا طرد لأسباب انضباطية، ذهب إلى شبيبة الشراقة من 1986 إلى 1987، ومولودية الجزائر من 87 حتى 88، ونعاود نولو له هذه تما هنا لافات تاعه، مشواره مع المنتخب الجزائري من سنة 1976 إلى 1986، يعني حوالي 10 سنوات، لعبت 63 مقابلة، 60% احتياطي، و60% مباريات ودية، سجل 7 أهداف، احتياطي مع جميع المدربين الذي تعاقبوا على المنتخب طيلة 10 سنوات، بداية من مخلوفي روغوف إلى خالف إلى سعدان، كلهم يا بشيخ كنت معهم في الاحتياط. ومشوارك بعد نهاية كرة القدم، مشوارك كمدرب في المولودية، وأنت كاع العام كنت تكذب علينا وتكذب على الجيل الصاعد هذا، كنت تقول لهم عمرهم لا عطاونا خدمنا مع زريريات الصغار، عمرهم منا نشوف، وأنت شفت شفت لنا أنت يا أنت صايفي وكذب صاي. شوف إنسان لازم ما يحقرش وين تعلم وين تربى، صايفي كان يلعب في السوقر وما بغاش يهدر، يقول لهم انا تعلمت ابجديات كره القدم في السوقر، شنو قال لهم؟ قال لهم كنت تريني عند بالشيخ. وين عند بالشيخ؟ وين عند بالشيخ؟ كان من السوقر روحت الخنشله، ومن الخنشله روحت الاخرى، روحت المولوديه، ومن بعد تقول لهم انا قلت لهم بالشيخ اكتشفني، بالشيخ مكتشفك، بالشيخ عمره لا اكتشف،
الشيخ ولادو ما يكتشفهمش. كمدرب 1988 مدرب للأصاغر، 1990 مدرب للأواسط، 1996 مدرب للأكابر. يعني أعطى تركا المولودية أكثر من فرصة، لكن النتائج كانت كارثية. فشل، والدليل على فشلك كمدرب هو أنه لا نادي جزائري ولا نادي جزائري